كابتن احمد الشيخ بهدفه الجميل. وطبعا احمد من لعيبه الكبار رفض الاحتفال ليكونوا لاعب سابق في فريق مصر المقاصه، وهذا يحسب ليه. احمد ببارك لك على ادائك عاد احمد الشيخ وعادت اهدافه الجميله مع النادي المصري. الاول طبعا عايز احمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب النهارده قبل الهدف، وعايز ابارك كمان قبل اي حاجه ابارك للعيبه اللي تعرضوا لفيروس كورونا وما قدروش ان هم يكونوا موجودين معانا، عايز ابارك لهم وببارك للعيبه كلها والجهاز الفني ومجلس الاداره والجمهور طبعا، فبحمد ربنا الحمد لله. المصر قادمه، يعني الجماهير تنتظر الكثير من احمد الشيخ، مصر قادم باذن الله تعالى. يعني اللعيبه اللي موجوده لعيبه على اعلى مستوى، في لعيبه كبار في الفرقه، كلنا مركزين ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي ونعمل حاجه كويسه لينا، فباذن الله المصري مصر طول عمره فريق كبير، واكيد طبعا يعني عندنا مشوار مهم في افريقيا، نقدر ان شاء الله ان احنا نوصل لابعد ان شاء الله لابعد مسافه في افريقيا، ونقدر ان احنا ان شاء الله نحاول ان احنا ناخد باذن الله افريقيا. اكيد الموضوع صعب بس ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. يعني احمد بتجيد انت اللعب على الاطراف، ولكن النهارده شفناك بتلعب كصانع العاب، والكابتن معين واضح ان هو يعني بيكتشفك في مكان اخر بخلاف قدراتك على الاطراف. والله اكيد طبعا، يعني الواحد بيحاول ان هو يكون متواجد في اكتر من مركز ويلعب اكتر من مركز، يكون يبقى حل للمدير الفني والجهاز الفني كله، لكن طبعا انا فعلا بفضل الاطراف اكتر، لكن الكابتن معين والجهاز الفني شايف ان انا الفتره دي اكون متواجد في رقم 10 او في نص الملعب، وخاصه كمان ان احنا النهارده عندنا نقص عددي كبير جدا، فاكيد طبعا يعني اي مكان الجهاز الفني شايفني فيه او الكابتن معين شايفني فيه اكيد ان انا احاول ان انا ادي و